يطيب لي باسم الخاص ونيابة عن أعضاء الوفد البرلماني للمملكة المغربية أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والامتنان لمملكة البحرين الشقيقة ملكاً وحكومة وبرلماناً وشعباً على ما حظينا به من حفاوة استقبال وكرم ضيافة استثنائيين ليس بالجديدين على هذا الشعب العظيم، منوهين بالمناسبة بحسن وجودة التنظيم العالي الذي ميز أشغال وسيميز هذه الأشغال بإذن الله، ومشيدين بالاختيار الموفق والسديد لموضوع المناقشة العامة لجلستنا هذه، والذي يفتح المجال أمام ممثلي برلمانات العالم والمنظمات الشريكة بالاتحاد البرلماني الدولي للتداول في شأن قضايا تحظى براهينية قصوى في عالمنا اليوم، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بسعينا الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لـ 2030، بما يعزز أسس السلم بين البلدان ويرخص دعائم العيش المشترك بين الأمم والشعوب. وما يعطي لجلستنا هذه أهمية كبرى هو انعقادها في سياق استثنائي إقليمي ودولي بالغ التعقيد، وذلك بسبب ما يعيشه العالم حالياً من تداعيات متعددة الأبعاد كالوضع في أوكرانيا وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على المستوى الدولي بسبب تحديات التعافي من مخلفات جائحة كوفيد-19، بالإضافة لتأثيرات تفاقم تغير المناخ والتي تهدد بقوة وتهدد بقوة العالم ومخافة من المجاعات في بعض مناطق العالم لا سيما في القارة الإفريقية، وتدني مستويات الأمن الغذائي، وهي كلها عوامل تجعل من منسوب التوترات والاضطرابات والنزاعات عبر العالم وبالتأكيد من المنظمات الدولية ذات الصلة مرتفعاً جداً ومثيراً لقلق شديد بات يلقي بظلاله مجدداً على عدة مناطق جيوسياسية بالغة الحساسية. أيها السيدات والسادة، إن التطرف العنيف واللا تسامح والكراهية هي الشحنات التي تتغذى منها الحركات الشعبوية والانفصالية التي بدأت تنتشر بشكل مقلق في مناطق عديدة من العالم، حيث تسود الهشاشة الأمنية وعدم الاستقرار، وتوجد على رأس هذه المناطق التي باتت فيها أسس السلم والعيش المشترك مهددة بشكل صريح منطقة الساحل جنوب الصحراء بإفريقيا، التي تواجه تحديات مستعصية للغاية تلقي بظلالها على مناطق جغرافية أوسع. لذا يستوجب الأمر تكثيف وتضافر الجهود منتظم الدولي لتمكين بلدان هذه المنطقة من إرساء دعائم متينة للسلم والسلام والعيش المشترك عبر اقتلاع جذور التطرف العنيف والتعصب والكراهية، بما يمكن من تشييد مجتمعات دامجة لسائر المكونات الثقافية والدينية والسياسية. نعم سيد الرئيس، لا بد من إعلاء كلمة الحوار الدائم والمثمر، وخاصة حوار الحضارات. ولقد انخرطت المملكة المغربية باعتبارها أحد الأعضاء المتأسسين لتحالف الحضارات للأمم المتحدة في الجهود الدولية لتعزيز مبادئ السلم وترسيخ منظومة القيم المثلى الموحدة لانصهار مختلف مكونات هذا العالم. ومن مكون المغرب الأمازيغي الإسلامي الصحراوي والغنية بروافدها أيضاً الأندلسية والإفريقية والعبرية والمتوسطية، ومن رغبة المملكة الأكيدة في الحفاظ على مكانة المغرب كأرض للتعايش والسلم والانفتاح. وقد أكد جلالة الملك رئيس لجنة القدس على ذلك من خلال رسالة موجهة إلى المشاركين في المنتدى العالمي لتحالف الحضارات، حيث قال: في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ البشرية والتي تنكب فيها على التصدي للتغيرات المناخية ومحاربة الإرهاب
ونبذل قصارى الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي والطاقي والغذائي، ومن أجل التنمية بصفة عامة، ينبغي لنا أن نعود إلى ما هو جوهري وأساسي في هذا الشأن، ألا وهو العيش المشترك. فلا خير يرجى من إطلاق مشاريع كبرى إذا كنا لا نستطيع تجاوز هذه الحلقة الأولى على درب تحقيق العيش المشترك من أجل إنسانية واحدة تعيد وضع الكائن الإنساني في صلبها. انتهى المنطوق الملكي. ومناسبة كذلك، نؤكد وانسجاما مع روح هذا النقاش، نتبنى أيضا داخل المملكة المغربية وندعو الجميع إلى تبني مقترح برلمان قطر والرامي إلى تجريم كل أشكال ازدراء الأديان. ومن قلب العاصمة المنامة وباسم البرلمان المغربي، نؤكد أننا نرحب بكم أيضا في إطار الندوة البرلمانية المقبلة التي سيعقدها البرلمان الدولي حول الأديان، والتي ستنعقد بمدينة مراكش في يونيو القادم، أرض التسامح والسلام. وإلى ذلك الحين، وإلى حين أن نراكم في مراكش، أجدد شكري وامتناني وتقديري العميق لمملكة البحرين الشقيقة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أدام الله عزه وأدامه فخرا لشعبه وبلاده على حسن الضيافة وكرمها، متمنيا للشعب البحريني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار والنماء، ومتمنيا لمؤتمرنا هذا ولدورتنا هذه المزيد من النجاح في سبيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكافة بلدان المعمور، وفي سبيل إرساء مبادئ السلم والتسامح عبر العالم، والذي ظلت المملكة المغربية دوما تدعو له، باعتبار على أنه بالسلم نبني الأوطان وبالحروب لا نبني أي شيء، بالحروب أيضا نخرب كل ما بيناه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.